السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف العاده من عند نولي، ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وان شاء الله اموركم تكون بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كيف العاده وكيف ديما من عند نولي، اللي ان شاء الله غادي نوريكم فيه شي حاجات اللي هما جداد وشي حاجات اللي هما سبيسيال بالنسبه للناس اللي كيشوفونا اول مره. اهلا وسهلا، حنا نولي، ماركه مغربيه للاحذيه الجلديه النسائيه 100%. الموديلات ديالنا الصنع ديالهم مغربي محلي، كنخدموا الموديلات ديالنا كاملين هنا في المغرب. وبالنسبه للعنوان ديالنا فاحنا كاينين في الدار البيضاء المعارف سمحة المارشي. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على التوصيل، كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه في الدار البيضاء والمدن الاخرى. التوصيل كيكون حتى للدار والدفع عند الاستلام. كذلك بالنسبه للناس اللي كيبغوا يشوفوا لي زارتيكل ديالنا فتقدروا تدخلوا للسيت ويب ديالنا ديال نولي.ma، او لانكم تشوفوا الفيديوهات ديالنا اللي كل مره تنبارطاجيو فيهم الجديد في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كاملين، سواء كنتو كتابعونا على انستغرام، فيسبوك، تيك توك او لا يوتيوب. اهلا وسهلا بكم فيما كنتو كتابعونا. الناس اللي غادي يبغيو يجوا عندنا وغادي يبغيو يشوفوا النعت يكون واضح، تقدروا تشوفوا فيديو اللي راه يلا عاود حطيناه لكم من جديد صفحتنا اللي فيه النعت ديال المحل واضح وبين. والناس كذلك اللي كيسولوا على التوقيت ديال المحل فراه كنكونوا حالين يوميا من 10 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، فتقدروا تشرفونا في النهار اللي كنناسبكم، كنكونوا حالين جميع ايام الاسبوع. فاهلا وسهلا، بقى لي غير نبدا. قبل ما نبدا ما تنساوش تخليو لينا لي جيم، لي كومونتير ولي بارطاج يكونوا كثار كثار. الا سبقوا تعاملتوا معنا ما تنساوش انكم تشاركوا التجربه ديالكم كيفاش راها كانت، خليوها لنا هنايا في التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعه، كملوا معي الفيديو حتى الاخر، غيكونوا دي موديل زوين ونبداو على بركه الله. غير واش راكم خليتوا لي جيم؟ نخليو لي جيم ونكملوا ونبداو على بركه الله. الموديل اللي غنبدا لكم به هو هذا اليوم، الموديل هذا اللي راكم كتشوفوا معايا دابا. غادي نقرب لكم لي موديل كاملين الكاميرا باش يكونوا واضحين اكثر، وباش يعني يكونوا تيبان لكم لي ديتاي اكثر واكثر هكا باش يعجبكم الفيديو اكثر. ملي كنكون هكا كنوريكم لي موديل من هنا ما تيبانوش لكم لي ديتاي اكثر، دونك غادي نخدموا بهذا القرب هذا بحال هكا اللي يعني مناسب للاغلبيه ديال السيدات، كيعجبهم لي ديتاي هكا يكونوا واضحين اكثر واكثر. وهذه هي الغايه اصلا من هذه الفيديوهات، هذو هو الوضوح اللي تيبان لكم به لي زارتيكل. الوغ نبداو على بركه الله. الموديل اللي غنبدا لكم به هو هذا صندال تجي اون كوير ميتاليزي، خفيفه بزاف، لو كونفور ابسولو. السيدات اللي كيقلبوا تلمو على دي صندال اللي يكونوا يلبسوهم هما اليز، يوقفوا ويبقاو اليز، يتمشاو ويبقاو اليز، دونك تلمو هذا سي يعني الخيار المناسب جدا. لا سوميل راها مريحه بزاف وخفيفه بزاف. الموديل برودكسيون ديالو راها ماروكان مغربيه، وبالنسبه لا سوميل راهم تنخدموا بدي سوميل ديال اسبانيو ديال ايطالي، ولو كونفور كيف قلت لكم كونفور توتال. بالنسبه لي كولور فهاد الموديل هذا كاين هذا اللون هذا لارجونتي، وكاين فيه كذلك حتى لو دوغي هذا اون كوير ميتاليزي. بالنسبه للجلد يا سلام على الرطوبيه، ما نعاودش لكم على الرطوبيه ديالو، رطب بزاف. لا سوميل كذلك البلاصه ديال الزطمه يعني فين راكم تتزطموا برجليكم راها كتكون واحد لاموس دوبلي اللي كتعطيكم واحد الاحساس ديال الرطوبيه بزاف، كتحسوا برجلاتكم راهم مرتاحين بزاف بزاف. بالنسبه لو موديل هو هذا لي بونتور فيه من 36 حتى 40، متوفر في جوج ديال الوينات، الثمن ديالو 495 درهم. غادي ندوز لكم الموديل الاخر اللي غادي لونسي لكم، وانه راه حاليا راه متوفر في لي بونتور، راه عاود دخل هذا الموديل هذا من بعد ما كان ما بقاش في لو ستوك، راه عاود دخل من جديد في هذا لو بيج هذا. السيدات اللي كانوا سورتو يعني باغيين هذا الموديل بزاف فراه كنلونسي لكم هنايا بانه عاود دخل من جديد في اللوينات. انا غنوريكم لي كولور ديالو، ممكن عندي هذا الموديل هذا اللي تاهو الجلد ديالو راه تيجي رطب. لا سوميل راه تجي سوميل اي في بوا، لو تانو راه تيجي تالون كاري، العلو ديالو فيه تقريبا واحد 7 سنتيم، ولا بلاتفورم هنا عندي لا بلاتفورم راه فيها تقريبا 2 سنتيم. بالنسبه للوينات فكاين فيها لو بيج اللي راكم شفتوه معايا دابا، كاين فيها هاد الطابه هذا، هاد لو مارون هذا تا هو اللي كيجي غزال، واحد لو طابه اللي زوين. الصنيدله في الرجيله تتجي انيقه، ويعني ابي معيش ما لبستوها لو ستيل ديالها زوين، تتجي غزاله وتتجي انيقه بزاف في اللبسه ديالها، زائد لا كاليتي يعني كاليتي توب 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 ديال بصح. بالنسبه لي بوينتور من 36 حتى 40، بالنسبه للثمن ديال هاد لي صندال هادو فهو 550 درهم. غندوز لكم دابا لواحد لو ستيل اخر، عاود السيدات اللي تيبغيو دي صندال مشايات ستيل سواغي ابيي يعني معيش ما داروه، سوا درتوها مع القفيطنات، سوا مع التكشطات، سوا مع الجلالب، سوا مع لي روب، معيش ما درتوها كتجي توب ديال التوب. صندال تجي بهاد لو ستيل هذا
مشايه الطالون ديالها تيجي حتى هو طومبوني كبير، هذا اون كوير ميتاليزي في هذا لو بيج، هذا واحد لو بيج اللي مرشوش بالدوغي، دونك تيجي فيه ديك لابغيونس ديال الدوغي، لا دوبلور حتى هي راها اون كوير. هنا الموتيف ديال لا غارنيتور حتى هو تيجي اون دوغي، وبالنسبه للون ديالها فيها 8 سنتيم اللي راها كاينه فيها. بالنسبه للوينات فيها هذا اللون هذا، وكاين فيها كذلك اللون الابيض حتى هو اللي فيه واحد لابغيونس، يعني ماشي داك المات وانما مات اللي فيه واحد لابغيونس، فيه واحد اللمعه اللي راها كاينه عندنا في الصنيدله. بالنسبه لي كولور فيها جوج ديال الوينات اللي وريتكم، وبالنسبه لي بوانتور من 36 حتى 40، الجلد ديالها راه تيجي رطب، هاد لي لانيغ هادو راهم تيجيو رقيطين. هنا تزيدوا تتنقصوا على حسب نتوما كيفاش بغيتوها، زائد راه كاين واحد الموتيف زوين ديال لي لاستيك هانتوما غيبان لكم، ديال انه راه تيزيد واحد شويه حتى بالنسبه للسيدات اللي عندهم شويه ديال العرض في رجليهم. بالنسبه للثمن ديالها فهو 550 درهم، واللوينات كيف قلت لكم راه فيها هاد جوج لوينات بجوج هما اللي فيهم. الوغ ندوز لكم دابا الموديل الثالث، هو هاد الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا صنيدله اللي تجي اون كوير، كتجي بهذا لو ستيل هذا. بالنسبه للطالون تيجي طالون افي بوا كاري بهذا الشكل هذا، والرطوبيه يعني تنأكد لكم اكثر على الرطوبيه، الرطوبيه راه تجي اون كوير، وهنا الصنيدله مخدومه لينا بالكوير غريني. بالنسبه للعلو ديال هاد لي صندال هادو تقريبا فيها 7 سنتيم، وبالنسبه للوينات فكاين فيها هاد اللون هذا اللي كتشوفوا معايا لون وا، وكاين فيها كذلك حتى الكارتي، دونك هذا هو الكارتي اللي كاين فيها. كاين هاد اللون هذا اللي شفتو معايا اللي تاو تيجي بهذا الشكل هذا اون كوير غريني بحال هكا، لا دوبلور راه تجي اون كوير بهذا لو ستيل هذا. طالون تيجي طالون افي بوا بحال هكا، طالون كاري. بالنسبه لهادي ففيها حتى هي لي بوانتور من 36 حتى 40، وبالنسبه للثمن ديالها فهو 550 درهم. راه شفتوها معايا هي كاين الكارتي وكاين لو نوار، جوج ديال الوينات اللي راهم كاينين فيها. بقاو نيت في الكارتي وفي لي ستيل اللي تيجيو بحال هكا، اللي تقدروا يعني سورتو سورتو السيدات اللي تيبغيو الحضور وتيبغيو شي حاجه اللي تلبس لهم اللي تمشي لهم حتى مع القفاطن حتى مع التكاشط، وتيبغوا سورتو ان لو طالون ديالها يكون براتيك ويكون يعني ماشي ما تيهلكش في اللبسه ديالو ويكون سوبل. فكاين هذا الموديل هذا لي طالون ديالو مريح، دونك تيجي كومبونسي نورمالمون، هنايا كلو كومبونسي. هنايا كاين عندنا لا بلاتفورم لي فيها واحد 2 سنتيم و دمي، تتجي بهاد لو ستيل هذا ماتلاسي بحال هكا اون كارتي كوير ليس، لا دوبلور حتى هي راه تتجي اون كوير. لي كولور كاين عندنا هاد الكارتي هذا، وكاين فيه كذلك الفير، دونك فيه هاد جوج ديال الوينات اللي راهم كاينين فيه. بالنسبه لي بوانتور كذلك ففيهم من 36 حتى 40، وبالنسبه للثمن فهو 535 درهم. كاينين جوج ديال الوينات اللي كيف ما قلت لكم. الوغ من هذا الموديل هذا غادي ندوز لكم موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي تيبغيو شي حاجه تكون عاوتاني كلاسيك تكون غافيني عاود. كاين هذا الموديل هذا اللي تيجي لو ستيل ديالو زوين، تيجي تري تري شيك، سوا درتوه مع لي طيور، سوا درتوه مع الجلبات ديالكم، سوا درتوه مع شي حاجه اللي هي كلاسيك مع لي غوب. فريمون موديل اللي كلاسيك وموديل اللي تيجي انيق بزاف في اللبسه ديالو. كاين في ثلاثه ديال الوينات، دونك كاين في المارون في طابا مع البيج، هذا الكاميل هذا مع البيج. كاين اللون الثاني اللي كاين فيه هو البوردو، هذا هو البوردو ديالو، دونك بوردو تيجي فونسي، وتتجي بهاد لابغيد هادي الشوفيل اللي كتجي هنايا، وبالنسبه للقدم راه تيجي بين. الوغ هذا هو اللون ثاني، وكاين عندنا كذلك اللون الثالث فهو لون واق. دونك ثلاثه ديال الوينات اللي راهم متوفرين في هذا لو موديل هذا. لي بوانتور من 36 حتى 40، وبالنسبه للثمن ديالو فهو 490 درهم. غندوز لكم دابا لواحد الموديل ديال لي صندال اللي هو صيفي، وسورتو سورتو الستيل ديالو كيجي بهذا الستيل هذا، وتيجي غزال لا في اللبسه ديالو وابي، يعني معيش ما درتو كيجي زوين. لو ستيل ديال لي صندال صندال بلاتفورم بهذا الشكل هذا، وتجيب هاد لابوند هادي هنايا بحال هكا، فيها هاد لي موتيف هادو بالدوغي بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لابغيدا شوفي حتى هي فيها داك الغابيل ديال الدوغي اللي كاين عندنا فهاد لي موتيف هادو. بالنسبه لادوبلوغ راه تجي اون كوير، وبالنسبه لا سوميل راه تجي سوميل افي كورد وكتجي بلاتفورم، دونك فريمون تجي العلو ديالها علو واحد مهزوزه بنفس العلو، وكتجي مريحه بزاف للسيدات اللي باغيين شي حاجه تكون صيفيه وتكون مريحه، معيش ما درتوها مع لي غوب مع لي جين، معيش ما درتوها كتجي زوينه. كاين عندنا فيها ثلاثه ديال الوينات، كاين فيها البيض اللي راكم شفتوه معايا، كاين فيها هذا الكاميل هذا اللي تيجي كلير، وكاين فيها كذلك حتى اللون الاسود. دونك ثلاثه ديال الوينات اللي راهم كاينين فيها، وفريمون لو موديل تيجي زوين بزاف. بالنسبه للثمن ديالو 450 درهم. لي بوانتور من 36 حتى
40. ندوز لكم دابا لي موكاسون لهاد السبب تاع هادو اللي تيجيو عاودتهم هما كلاسيك وتيجيو في اللبسه ديالهم زويونين. كاين هذا الموديل هذا اللي تيجي اون دان كوير، هذا الموديل هذا اللي دان كوير. كاين هنا عندنا هاد لا غارنيتور هادي اللي تجي اون غرينوار، لا دوبلور تاعها اون كوير، وبالنسبه للموديل راه كله اون كوير. دونك بالنسبه للوينات كاين هذا البوردو هذا، وكاين فيها كذلك حتى لو فيغ، دونك جوج ديال الوينات كاين البوردو وكاين لو فيغ. بالنسبه لي بوينتور من 36 حتى 40، وبالنسبه للثمن ديالو فهو 550 درهم. كاين عندي موديل اخر نبقى لكم نيت في ليستيل اللي تيجيو بلاتفورم. كاين عندنا هاد لاصوندال هادو اللي تيجيو حتى هما دي صوندال لا بلاتفورم لا اون ستيل كورد، لا سميتها تجي ستيل كورد. وهنايا تيجي هاد الكوير هذا ايفي كروكو بهذا الشكل هذا، رطب بزاف. وهنايا راه كاين عندنا سكراتش، دونك هادو من السنيدلات اللي تيجيو براتيك بزاف، تيتسدو غير بالسكراتش ويعني مريحين في اللبسه ديالهم. كذلك العلو ديالهم معلو اللي هو مريح بزاف للسيدات اللي تيبغيو شي حاجه تكون عاليه، واحد العلو اللي يكون مريح. كاين عندنا ثلاثه ديال الوينات، كاين عندنا هذاك النيود اللي شفتو معايا، كاين عندنا في اللون الاسود السيدات اللي كيبغيو لو نوار، وكاين عندنا المارون ولكن في موتيف اخر، المارون في الايفي سيربون، دونك كوير ايفي سيربون. بالنسبه للثمن ديالها فهو 499 درهم. لي بوانتور من 36 حتى 40. كاين عندي ايضا هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا اللي تيجي مشايه سنيدلا بلي تالون، تالون ايفي ليج بهذا الشكل هذا، وتتجي كروازي من القدام. بالنسبه للستيل ديالها راه تيجي ماتلاسي سي دو كوير، لا دوبلور تاعي راه تجي اون كوير. وبالنسبه للثمن فهو 535 درهم. فيها جوج ديال الوينات، كاين فيها هذا الفيغ هذا، وكاين فيها كذلك حتى لا كولور طابا، دونك فيها جوج ديال الوينات الفيغ والكامل. الثمن ديالها هو 535 درهم. لي بوانتور من 36 حتى 40. غندوز لكم موديل اخر عاود للسيدات اللي تيبغيو شي حاجه اللي تكون مدرقه هاد لابارتي هادي ديال الرجل، سينون تيبغيو السبيعات باينين والقدم بيان سور يجي باين. فكاين عندنا هاد المشايه هادي اللي تتجي بلي تالون، تالون كاري بهاد الشكل هذا، العلو ديال لي تالون فيهم تقريبا واحد 7 سنتيم اللي راه كاين فيها. وبالنسبه للجلد ديالها راه تيجي رطب بزاف، فريمون تيجي رطب بزاف. هادي فيها جوج ديال الوينات، كاين فيها هاد اللون هذا، وكاين فيها كذلك حتى الكامل اللي تيجي كليغ بهاد الشكل هذا، دونك فيها جوج ديال الوينات. بالنسبه للثمن ديالها فهو 635 درهم، ولي بوانتور من 36 حتى 40. كاين هذا الموديل وكاين هذا الموديل الاخر اللي تشوفوا معايا بالنسبه للسيدات، هذه اللي شفتوا معايا فيها شويه ديال البلاتفورم هنا، فيها تقريبا واحد سنتيم ونص اللي راه كاينه فيها في البلاتفورم. هذا عاود بالنسبه للسيدات اللي تيبغيو موديل يكون بلا هنا، يكون فريمون حاضر، يعني ما كاينه لا بلاتفورم لا حتى حاجه. كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي تيجي نفس لو ديتاي، مدرك واحد لا بارتي كبيره من الرجل، سوف كيف قلت لكم الفرق هذا اللي عاد شفتو معايا بلاتفورم، هذا ما فيهش لا بلاتفورم. وهذا لو تالون ديالو تيجي بهذا الشكل هذا، تالون فيه تقريبا واحد 5 سنتيم اللي راها كاينه فيه. اللوينات كاين عندنا ثلاثه ديال اللوينات، دونك كاين عندنا فيه البيج، كاين في الغوز، هذا الغوز هذا غوز مختدل حتى هو كيجي زوين، وكاين عندنا ايضا في اللون الاسود. الو ثلاثه ديال لي كولور اللي راهم كاينين فهاد لو موديل هذا، وانتم شوفوا معايا الجلد كيفاش الرطوبيه ديالو كيفاش راه تيجي رطب، فريمون تيجي رطب بزاف. والثمن ديالو هو 499 درهم. لي بوانتور من 36 حتى 40. نجيو عاوتاني سنيدلات ستيل ميديكال، السيدات اللي تيبغيو هاد لو ستيل ميديكال، السيدات عاوتاني كيبغيو حتى لبنياتهم ديال 15 عام ديال 14 عام تيبغيو هاد السنيدلات هادو بهاد الستيل هادو، حتى هما تيتواتاو ليهم وتيمشيو ليهم هاد لي صندال هادو زوينين. كاين هاد الموديل هذا اللي فيه ثلاثة ديال الوينات، دونك تتجيب هاد الموتيف هذا بحال هكا، هنا كامل وهنايا لو نوار، تتقبط بهاد لابغيد هادي اللي كتجي هنايا، لا دوبلوغ راها تتجي بيان سور اون كوير. والوينات كاينين ثلاثة، كاين طبق مع نوار، كاين عندنا الكامل مع الدوغي، وكاين عندنا كذلك البيج مع الابيض. دونك ميلونج ديال ثلاثه ديال الوينات اللي كيجيو فريمون زوينين وموالمين مع بعضياتهم. بالنسبه للثمن فالثمن ديال شحال الثمن ديالها راه هو تما، انا نقول لكم الثمن، الثمن ديال هذه فهو 465 درهم. لي بوانتور من 36 حتى 40. ودابا غادي ندوز لكم الرافيه، السيدات اللي تعجبهم الرافيه وتعجبهم الرطوبيه ديال الرافيه، دونك كاين عندنا هذا الموديل هذا اللي تيجي اون كوير، يعني ميلونج ديال لو كوير مع الرافيه. بالنسبه لا سوميل راه تجي بهذا لو ستيل هذا بحال هكا، كتجي حتى هي بلاتفورم، يعني نفس العلو تقريبا واحد 3 سنتيم ديال العلو اللي راه كاينه فيها. فيها جوج ديال الوينات، كاين عندنا هذا الابيض اللي راكم شفتوه معايا، وكاين عندنا كذلك الكامل، دونك غير داخل مع لي صندال. بالنسبه للثمن ديالها فهو 599 درهم. لي بوانتور من 36 حتى 40. كاين عندنا عاود موديل اخر
في دي صندال تيجيو كلاسيك بهذا الشكل هذا، اللي السبيع تيجي باين بحال هكا والقدم حتى هو تيجي باين. هاد لابارتي هادي من الرجل راه تتجي مغطيه. لي طالون راه تيجيو تقريبا فيهم واحد العلو ديال 8 سنتيم اللي راه تيكون فيهم في لي طالون. بالنسبه للوينات هاد الموديل هذا كاين فيه جوج ديال اللوان، الجلد ديالها راه تيجي رطب بزاف، ولي كولور كاين جوج ديال لي كولور، كاين عندي لون نوار وكاين عندي كذلك حتى طابا، جوج ديال لي كولور اللي راهم كاينين فيه. بالنسبه للثمن ديالها فهو 550 درهم، وبالنسبه لي بوانتور فيها من 36 حتى 40، حتى هي فيها واحد الخفايه سلام. لو طالون ديالها حتى هو خفيف ومريح بزاف. دونك كاين عندي هذا، كاينين عندي هاد السبابتات هادو اللي غنلونسي لكم بانهم عاودوا دخلوا هاد لي بالغين هادو اللي تيجيو بهذا الشكل هذا، رطبين حتى هما وراهم مريحين، عاودوا دخلوا في لون نوار والبلو، هادو حتى هما راه تيجيو سوبل بزاف، رطبين ومريحين في البيسه ديالهم. بالنسبه للثمن ديالو فهو 465 درهم، لي بوانتور من 36 حتى 40. بقى لكم في السنيدلات ديال البزيم اللي تيجيو بهذا لي ستيل هادو بحال هكا، وليت تبقى ديما عليهم لا دوموند، ديما مطلوبين هاد لي موديل هادو. كاين عندنا هذا اللي تيجيب بلات بريسك بلات، ان ميتالون هنايا تقريبا اللي ما مهزوز ما حتى شي حاجه، شويه ديال الفرق اللي كاين عندنا هنايا، واحد العلو ديالها كامل من الارض تقريبا واحد سنتيم ونص اللي راه كاينه فيها حتى 2 سنتيم في هاد لابارتي هادي هنايا. بالنسبه لي موتيف ديال هنايا كاين عندنا كوير فيغني ايفي كروكو، وكاين عندنا هنايا كوير ميتاليزي تتجيب هاد الستيل هذا، لا دوبلور تايرا تجي اون كوير، وبالنسبه للثمن فهو 499 درهم. غادي ندوز لكم لهاد السبابيط هذا اللي تيجي بهذا لو ستيل هذا، شوسور كلاسيك حتى هو في ميتالون تقريبا ديال 2 سنتيم اللي راه كاينه فيه، وبالنسبه للجلد ديالو راه تيجي رطيط بلوبو، راه تيجي كاري من القدام بحال هكا، ولا دوبلوغ حتى هي راه تجي اون كوير. بالنسبه لي بوانتور من 36 حتى 40، وبالنسبه للثمن ديالو فهو 499 درهم. الوغ من هنا غادي ندوز لكم الموديل اخر، وغادي تشوفوا معايا لي باسكيت هما اللي غتشوفوا معايا دابا. ندوز لكم دابا لي باسكيت، سورتو شحال هادي ما بارطاجيتش معكم لي باسكيت. دونك كاين عندنا هاد لو موديل هذا اللي تيجي ايفي ليوبار، لو ستيل ديالو بحال هكا بلي لاسي، السيدات اللي كيبغيو شي حاجه تكون بلي لاسي. بالنسبه للجلد ديالو راه تيجي رطب، لا دوبلوغ راه تجي اون فري كوير، فيها ميلونج ديال الوينات ديال البيج مع الدوري مع الكامل، فيها واحد الميلونج زوين زوين ديال لي كولور. دونك كاين هاد اللون هذا، كاين عندنا كذلك نفس الموديل متوفر ايضا حتى في لون واغ، السيدات اللي تيبغيو لون واغ فكاين هاد الموديل هذا نفسه نيس في لون واغ، دائما كوير امبريمي ايفي ليوبار لي لاسي، ولا دوبلوغ راه تجي اون كوير. بالنسبه للثمن ديال هذا فهو 550 درهم. كاين عندي موديل اخر حتى هو اللي تيجي بالايفي ليوبار، كاين هاد لو ستيل هذا حتى هو اللي تيجي بلي لاسي، ولكن تيجي شويه كومبونسي بالنسبه لا سيمال، تيجي فيها تقريبا واحد العلو ديال 4 سنتيم اللي راه كاين فيها، وبالنسبه لا دوبلوغ راه تجي كذلك اون فري كوير. كاين عندنا نيت في نفس لا سيمال، كاين عندي هاد لو موديل هذا اللي تا هو تيجي اون كوير امبريمي لي لاسي دائما، لا دوبلوغ راه تجي اون كوير، وبالنسبه لا سيمال راه تجي رطيبه وخفيفه بزاف لا سيمال ديالها، وبالنسبه للعلو كيف قلت لكم 4 سنتيم تقريبا اللي راه كاين فيها. بالنسبه للثمن فهو 597 درهم. وبالنسبه للسيدات اللي تيبغيو لي سكراتش فكاين هاد الموديل هذا بسكراتش، هذا يعني عاوتاني تيجي براتيك في البيسه ديالو، فيه جوج ديال لي سكراتش، لا دوبلوغ راه اون كوير، وبالنسبه لا ماتيغ راها كوير امبريمي. بالنسبه للثمن فهو 599 درهم. وكاين عندي ايضا هذا اللي تيجي حتى هو اون كوير امبريمي، وتيجي بلي فيرميتور، دونك تيجي فيه دو فيرميتور بحال هكا، وتيجي اون كوير امبريمي. بالنسبه لهذا حتى هو لا دوبلوغ راه تكون اون كوير، ولا سيميل راه تجي تقريبا بلاتفورم، يعني تقريبا نفس العلو باش راه كتجي معليه، جايه تقريبا واحد 3 سنتيم ونص حتى 4 سنتيم اللي راه كاينه فيه. وبالنسبه للثمن فهو 599 درهم. عاد عندي هاد لو موديل هذا اللي تاهي تتجي خفيفه، بسم الله كتجي خفيفه بزاف بزاف في البيسه ديالها ومريحه، والجلد ديالها كيجي رطب، لا دوبلوغ راه تتجي اون كوير، لا سوميل راه تتجي في البيض، ولا سوميل كتجي خفيفه بزاف، حتى هذا سي دو كوير امبريمي. بالنسبه للثمن ديالو فهو 635 درهم، لي بوانتور من 36 حتى 40. ودابا غادي ندوز لكم لي ساك، دونك اخر موديل غنبارطاجي معكم في الفيديو ديال اليوم هو لي ساك، وغتشوفوا معايا هاد لو موديل هذا اللي كيجي حتى هو مميز وكيجي زوين، سورتو سورتو السيدات اللي تيبغيو دي ساك براتيك، وتيبغيو دي ساك يعني ديال
ديال شاك جوغ. فكاين عندي هذا الموديل هذا اون فري كوير، غادي نوريه لكم من الداخل كيفاش راه داير. غتشوفوا معايا ميم حتى البوندوليغ كيفاش دايره، البوندوليغ راه مخيطه معاه، دونك اللوينات اللي فيه لوينات كيحمقوا. هذا هو لو ساك ديالنا اون كوير غريني، هانتوما كتشوفوا معايا الموتيف ديال الكوير، الرطوبيه ديال الكوير كي دايره، لوينات فيه لوينات جميلين. نشوف هذاك من الداخل، اللوينات اللي فيه فيه لوينات غزالين، دونك فيه لورونج فيها. هانتوما كنقرب لكم باش تشوفوا الكوير كيفاش راه داير، تشوفوا الرطوبيه ديال الكوير كيفاش راه دايره. كاين الجون، كاين فيه حتى الفيغ، واحد الفيغ غزال اللي راه كاين فيه، كيجي فريمون زوين زوين. لو موديل هو هذا، كاين فيه توب، هذا هو التوب ديالو هو اللي غنوريكم من الداخل. الوغ بالنسبه للساك تيتحل فاسيلمون، وبالنسبه داك الاخر واخا، وكاين فيه جوج ديال لي دوغري. داك غنوريكم باش تشوفوا، كنبغي نوريكم الحاجه اللي فيها جوج ديال لي دوغري. بالنسبه للتوب فيه جوج ديال لي دوغري، كاين المفتوح وكاين المغلوق، دونك كاين هذا لي فونسي وهذا لي كليغ. انا غنوريكم الداخل كيفاش راه تيجي لو ساك ديالنا. دونك تتحلوا لو ساك، اون فوا كتحلوه كتلقاو هنايا لا دوبلور تيسو لي فيه لا دوبلور لي تيسو دو كاليتي. وبالنسبه للجويب كتلقاو هنايا جويب سنيسله، عاد كتلقاو هذا البوش هذا الاخر اللي بلا سنيسله بلا والو. دونك هادشي اللي كاين عندنا لداخل، وعلى برا راه كتلقاو عاوتاني جويب اخر بالسنيسله اللي هنايا. بالنسبه للبوندوليغ راه تتكون منو فيه، يعني ما تتحكموش فيها تحيدوها الا بغيتو تحيدوها، حيت راه مخيطه معاه، وانما كتحكموا في الزياده. دونك الا بغيتو انكم تزيدوا ولا تنقصوا كتحكموا فيها. بالنسبه للساك راه تيجي براتيك سواء السيدات اللي كيبغيو يديروا لي ساك بحال هكا، اولا اللي تيبغيو يديروهم على جنب. دونك فريمون سي ان ساك ديال كل نهار، ساك لي براتيك وساك لي زوين، حتى في لا فورم ديالو فريمون تيجي زويون. وكاين عندي هاد الغوج هذا، غوج بوردو بهذا الشكل هذا، كاين فيه كذلك حتى البلو اللي كتشوفوا معايا هو هذا بلو مارين، وكاين فيه اخر لون هو المارون. دونك هذا هو لو ساك اللي غنبارطاجي معكم اليوم ان شاء الله فيديو جاي، وغادي نبارطاجي معكم عاوتاني شي موديل ولا جوج من لي ساكنيت ان شاء الله. بالنسبه لهذا كله كيف قلت لكم راه اون بري كوير، وبالنسبه للثمن ديالو فهو 650 درهم. دونك الثمن ديالو هو 650 درهم. لي ساك ديالنا كاملين راه تلقاو معاهم واحد لي شونتيون من الجلد باش نخدموا لو ساك، راه كتلقاوه وتتلقاو هذا الموتيف حتى هو بحال هكا. الوغ بالنسبه لي ساكم هادو، وبهذا لو ساك هذا غنكونسيت معكم النهايه ديال الفيديو ديال اليوم. الوغ اللي شفتوا معايا الفيديو حتى الاخر ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا على وقتكم اللي راكم عطيتوه لينا. ما تنساوش اللي شفتوا معايا الفيديو حتى الاخر تخليو لي جيم لي كومونتير و لي بارطاج، خليوهم يكونوا كثر كثر في هذا الفيديو هذا، نوصلوها لواحد 500 جيم، ميم انه كيكونوا لي فيو كثر ولكن لي جيم كيكونوا قلال. دونك حاولوا انكم الا شفتوا الفيديو تخليو لينا ديك جيم، خليوها وعلاش لا تخليو حتى كومونتير. مشكورين بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى الشهادات ديالكم، وكيف سبق وطلبت من الناس اللي ديجا كيتعاملوا معنا يخليو لينا الشهاده ديالهم والتجربه ديالهم كيفاش راها كانت، فشكرا لكم. نذكركم غير الناس اللي غيبغيو يجيو عندنا وكيسولوا على النعت ديال المحل، فالنعت غادي تلقاوه في فيديو اللي كاين في صفحتنا فين ما كنتو كتشوفونا، يعني اي عبر اي موقع، سواء كنتو كتشوفونا على انستغرام يوتيوب تيك توك او لا فيسبوك، راه غادي تلقاو فيديو اللي في لاباج ديالنا اللي فيه النعت ديال المحل. كذلك اذا بغيتو دوزو لا كوموند ديالكم فتقدروا دوزوها، سواء تاخذوا كابتور ديكرون من الموديل اللي عجبكم هنايا وتصيفطوا لنا على رقمنا ديال الواتساب، وبامكانكم كذلك تشوفوا السيت ويب ديالنا اللي هو نوني.ام. او الا غتجيو عندنا راه كنكونوا حالين ثلاث ايام الاسبوع بما فيهم يومي السبت والاحد من 10 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل. بقيت غنقول لكم شكرا لكم، نذكركم بلي جيم قبل ما تخرجوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.